الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والجود والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمي إمام كل إمام، اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله اتقوا الله، فإنكم في زمن عصيب، إنكم في زمن كثر فيه الفساد والفجور، في زمن عمت به البلوى وزادت الفتن حتى إنك ترى كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام بات لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ابتعد عن هذا الدين وانغمس في الحرام والعياذ بالله، وصرت ترى كثيراً من المسلمين لا يبالون إذا ما انتهكت حرمات الله، فلا ينكرون منكراً ولا يأمرون بمعروف ولا يدعون إلى خير، مع أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى أيضاً: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ماذا أصاب هذه الأمة عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ توالت عليهم المصائب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، وفي رواية فلم ينكروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
أي الفجور والفسوق. فإذا انتشر الفجور والفسوق وابتعد الناس عن القيام بمهامهم، وابتعدت هذه الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تتوقع هذه الأمة إلا بلاءً تلو بلاء ينزل عليها بسبب ترك هذا الأمر الواجب. لذلك يا أحبابنا، علينا في هذه الأوقات التي يتحدث فيها كثير من الناس عن البلاء والوباء، عن الأوبئة التي انتشرت وصارت مصنفة في كل الأرض على أن هذا وباء قد انتشر في كل القارات، الناس بين من هو متشدد في هذا يأخذه الهلع والخوف ويضطرب ولا يدري ماذا يفعل، وبين إنسان قد لا يعمل بالتحذيرات التي تبلغه. عليكم أن تكونوا معتدلين في هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، أعقل ناقتي، أي أربطها، أم أرسلها وأتوكل، أي على الله، أي من غير أن يربطها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل اعقلها وتوكل، أي اربطها مع توكلك على الله تبارك وتعالى. معناه الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، مع كونك تعتقد جزماً أنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، وأن المرض لا ينتقل بطبعه بل بمشيئة الله، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى في الإسلام، أي ليس كما يعتقد أهل الجاهلية أن المرض يخلق مرضاً في الشخص الآخر، بل ينتقل بمشيئة الله. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل، قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. المجزوم من أصيب بالجزام، وهو مرض خبيث يحمر اللحم ثم يسود ثم يتساقط، وهو مرض معد بمشيئة الله، أي ينتقل بمشيئة الله. قال لعامة الناس: فر من المجزوم فرارك من الأسد، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل مع المصاب بالجزام، كان يآكله، يجلس معه ويطعمه، وهذا من قوة توكله على الله عز وجل. وقد رؤي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأكل مع المجزوم، بل ماذا يفعل؟ يضع يده في المكان التي يضعها هذا المجزوم، هذا من قوة توكله على الله. لو أنك رأيت إنساناً مصاباً بزكام واقتربت منه لتعانقه أو تقبله، وأنت اعتقادك قوي بالتوكل على الله، أنت بهذه القوة لا تخاف، إنما تقبل.
أما من كان يخاف من نفسه في مثل هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجزوم فرارك من الأسد. كثير من الناس ما عندهم هذه الحال القوية بالتوكل على الله عز وجل، بل يخافون. أمثال هؤلاء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم أن يبتعدوا عن المصاب بمثل هذه الأمراض. معنى ذلك أنه لا بأس يا أحبابنا أن تتبعوا هذه التعليمات التي تصدر من وزارة الصحة لأجل الوقاية من الإصابة بهذا الإنفلونزا المنتشر الآن. لا بأس أن تأخذوا الاحتياطات وأن تعملوا بإرشادات النبي عليه الصلاة والسلام والتي تصب في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه إذا ظهر الطاعون، وهذا الطاعون مرض معدٍ أيضاً بمشيئة الله، في بلدٍ ما، فلا تقدموا على هذا البلد، ومن كان في داخلها لا يخرج منها. لماذا؟ أولاً بتوكل الإنسان على الله عز وجل، هو لا يجزم بأنه لا بد أن يصل إليه المرض، بل هو متوكل على الله تعالى، ولأنه قد ينتشر بمشيئة الله عز وجل، هذا اعتقاد المؤمن، فالإنسان يأخذ بهذه الأسباب. لذلك يا أحبابنا، لا مانع ممن وجد في نفسه آثار من الزكام والرشح ويخاف أن يكون أخذ هذا الميكروب الذي انتشر، أن يبتعد عن إخوته وأن يكون في مكان بعيد عنهم، وإذا حضر المسجد أن يكون في مكان متنحياً عن بقية إخوانه، لا بأس بذلك. حتى لو تركتم أمر المعانقة والتقبيل في هذه الأوقات فلا بأس بذلك، بل نص العلماء كما في تحفة المنهاج أنه تكره المعانقة والتقبيل لغير القادم من سفر ونحوه. أي هو في الأصل مكروه كلما التقيت بإنسان أن تعانقه وتقبله، إنما هذا يكون للقادم من سفر. ويبقى أمر المصافحة بالأيدي على الاستحباب يا أحبابنا، فلا بأس أن نعمل بهذه الإرشادات وأن نأخذ بهذه الاحتياطات. وأذكركم أيضاً بأن تبخروا بيوتكم باللبان وورق الغار ونحو ذلك مما ينفع لهذه الأمور، وأن تقرأوا في بيوتكم القرآن والأوراد، وأن تكثروا من الصلاة والدعاء. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه أمر فزع إلى الصلاة، أي لجأ إلى الصلاة. أكثروا من الصلاة والدعاء، واطلبوا من الله تعالى الحماية من هذه الأوبئة التي تنتشر. واسألوا الله تعالى أن يرفع عنا وعن الجميع هذا البلاء، إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala praised this nation
for something that is very important amongst the characteristics of this nation, bidding the lawful and forbidding the unlawful. When this nation stopped doing this obligation, stopped fulfilling this task that Allah praised it with, in many settings, we started seeing all the diseases and the tribulations, the calamities befalling Muslims here and there. The Prophet sallallahu alayhi wasallam was asked, would we be destroyed and inflicted with these calamities? Although there are some amongst us who are pious and righteous. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, yes, if the enormous sins are committed in this way, very widespread amongst the people of this nation. You see, many people are not bidding the lawful or forbidding the unlawful to the extent that a person would not advise his brother, or the father wouldn't advise his son, or the person wouldn't advise his wife. They left this task that is from the characteristics of this nation, then they started having all these tribulations and calamities befalling them. Amongst them is this virus, corona, that is widespread now. And many people are worried about what they do regarding this virus. You should not be so extreme about it, but act in a normal way. As the Prophet sallallahu alayhi wasallam instructed, and also as you hear from the health agencies, you take with the precautions while relying on Allah Azza wa Jal. There is no contradiction between taking with the means, the precautions, and relying on Allah Azza wa Jal. One of the companions asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam if he should tie his camel so it doesn't walk away, or leave it untied and rely on Allah Azza wa Jal. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said to him, tie it up and rely on Allah Azza wa Jal. That means take with the means, with the precautions, while relying on Allah subhanahu wa ta'ala. As for the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned in it about some diseases being contagious, and that is, there is no contagious disease, meaning as the people of the era of ignorance used to believe that the disease itself creates the disease in another person. They don't believe that Allah is the creator of the disease. Rather, they believe that when one comes in contact with another person who is infected with a contagious disease, he will definitely get that disease and without the will of Allah Azza wa Jal. That's the belief during the era of ignorance. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam told them that this is not the case. The disease does not move from one person to another without the will of Allah Azza wa Jal. Because the Prophet then said to them, how did the first one get that disease? So if they say, this person took it from that person and that person took it from that person, what about the first one who got that disease? Where did he get it from? So in Islam, we believe that the disease does not transmit without the will of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the highly righteous scholars and pious Muslims used to have full reliance on Allah, were very strong in their belief to the extent they would sit with the one who has a contagious disease and eat with him, and they won't be affected by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. But as for the normal people who are not of that category, they should take with the precautions as the Prophet sallallahu alayhi wasallam instructed in another hadith, where he said, stay away from the one who is infected with leprosy as you stay away from the lion. As you run away from the lion,
stay away from the one who is infected with leprosy, because this kind of disease, the flesh becomes red, then black, then it starts falling off. So for the majority of people who do not have that strength in relying on Allah Azza wa Jal, can follow this instruction of the Prophet. Stay away from those who are infected, meaning there is no problem in taking with the means. So there is no problem if you find yourself having some symptoms of flu and the like. Stay away from being in contact with your brothers at this time. Maybe you can sit away from them. Try to eliminate all these symptoms by being a transmitter of that disease while relying on Allah subhanahu wa ta'ala. So always keep updated with the precautions, follow them up, while at the same time rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Pray a lot, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to do when a matter happens. Also stay at night, and sometimes make dua, especially before dawn time. Also make zikr, recite the basmala, and all these awrad. So inshallah you'll be protected and your families from all these diseases. And ask Allah subhanahu wa ta'ala to lift this calamity from all the people around the world, insha'Allah Azza wa Jal. And Allah knows best. Ibadallah, Allah Ta'ala amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa salami ala nabiyyihil kareem. Faqala rabbuna wa huwa asdaqul qailin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين يا الله هذا حالنا لا يخفى عليك فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة